يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غداً السبت طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود ليلاً طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على باقي الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجة الحرارة المتوقعة غداً على محافظات ومدن الجمهورية وعدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.